اليوم في رحلات البشمهندس سنتعرف على أكبر المدن العربية. مدينة جدة. تتميز جدة بموقعها المميز، حيث تقع على الساحل المطل على البحر الأحمر، كما تعد ثاني أكبر المدن التي توجد بالمملكة العربية السعودية، حيث تحتل مدينة الرياض المرتبة الأولى على مستوى مدن المملكة. فقد بلغ عدد سكان مدينة جدة حوالي 3,900,000 نسمة. مدينة دبي. احتلت مدينة دبي المرتبة التاسعة في قائمة أكبر المدن العربية، كما أنها من أكثر المدن الإماراتية في عدد سكانها، فقد وصل عدد السكان لحوالي 4,100,000 نسمة. تسعى مدينة دبي لأن تكون مركز التجارة في المنطقة الغربية من قارة آسيا، وهذا يرجع للتطور الملحوظ في نهضتها المعمارية والتنموية. حلب. تقع تلك المدينة في الشمال الغربي لدولة سوريا، وتعد مدينة حلب من أكبر المدن الشامية، فقد بلغ عدد سكان المدينة حوالي 4,600,000 نسمة، كما تعد من أكبر المحافظات التي توجد بدولة سوريا من حيث الكثافة السكانية. الإسكندرية. يطلق على مدينة الإسكندرية أنها العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية، وبالفعل كانت عاصمتها في العصور القديمة في عهد إسكندر المقدوني. تقع مدينة الإسكندرية على الساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط، ولقد تأسست المدينة بالقرن الثالث قبل الميلاد على يد الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني. عمان. تعتبر مدينة عمان هي العاصمة الأردنية، كما تعد أحد أكبر المدن العربية التي تكتظ بالكثافة السكانية العالية، فهي تحتل المرتبة السادسة على مستوى المدن العربية من حيث عدد سكان المدن، فقد بلغ عدد سكان المدينة حوالي 5,000,000 نسمة. مدينة الخرطوم. تحتل مدينة الخرطوم المرتبة الخامسة كأكبر المدن العربية من حيث الكثافة السكانية، فقد وصل عدد السكان بالخرطوم لحوالي 5,500,000 نسمة. تعد مدينة الخرطوم العاصمة السودانية. تم تأسيس المدينة في عام 1821 ميلادي. الدار البيضاء. مدينة كازابلانكا أو مدينة الدار البيضاء تحتل المرتبة الرابعة كأكبر المدن العربية من حيث الكثافة السكانية، حيث بلغ عدد سكان مدينة الدار البيضاء حوالي 7,500,000 نسمة. الرياض.
تقع مدينة الرياض في المرتبة الثالثة كأكبر المدن العربية من حيث عدد السكان، فيبلغ عدد سكان المدينة حوالي 8,200,000 نسمة. تعتبر مدينة الرياض هي العاصمة السعودية، وتقع بقلب شبه الجزيرة العربية، وتم تأسيس المدينة في القرن 18 ميلادي. بغداد. تعد مدينة بغداد ثاني أكبر المدن العربية، فيصل عدد السكان في المدينة لحوالي 7,188,089 نسمة. قد نشأت مدينة بغداد في القرن الثامن، وذلك باعتبارها إحدى المراكز الاقتصادية والثقافية، وعلى الرغم من ذلك إلا أنها شهدت نمو سريع وتاريخي. القاهرة. تعد مدينة القاهرة أكبر المدن التي توجد بجمهورية مصر العربية، بل وهي أكبر المدن التي توجد في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، كما تعد من أكبر المدن على مستوى العالم من حيث كثافتها السكانية. قد بلغت مدينة القاهرة من حيث الكثافة السكانية حوالي 19,376 نسمة لكل كيلومتر،